السلام عليكم. بهذه المحاضرة راح ندرس الهيب جوينت إن شاء الله. بالبداية خلينا نعرف عن الهيب جوينت. لازم ناخذ عنه فد أفر فيو كاملة شوية بس على متذكير إنه الهيب جوينت هو منين يتكون لي؟ يتكون لي من التقاء عظمتين اللي هي أول عظمة عظمة الفيمور، تمام؟ ويا من يلتقي؟ يلتقي ويا يعني الحوض بشكل عام اللي هو منطقة التقاء ثلاث عظام. زين، يعني هسه الفيمور يلتقي ويا ثلاث عظام مثل ما تشوف انتم. هسه الفيمور يلتقي ويا ثلاث عظام بنقطة واحدة، بحفرة واحدة. من هذول الثلاث عظام اللي هي الاليوم، الاسكيوم، والبابس. هذا هسه هذا نسميها كلها بالهيب بون. بين الثلاثة الاليوم، الاسكيوم، والبابس نسميهن ثلاثتهن بيبن بالهيب بون. يلتصقن ويا من او يتمفصلن ويا من ويا عظمة الفيمور فنسميه بالهيب جوينت، تمام. نوع هذا الجوينت شنو هو؟ نوع الجوينت نسميه بالبول اند سوكيت. يعني شنو بول اند سوكيت؟ يعني طوبه نايمه بنص حفره او بنص سله، نسميها بول اند سوكيت. حلو؟ زين، شنو هو هذا ال شو تميز الهيب جوينت؟ تميز انه هو اقوى تقريبا اقوى مفصل موجود موجود بالجسم، يتحمل وزن الجسم باكمله تقريبا، ويعني الاستابلايزيشن والثباتيه مالته وال يعني الفريلي موفمنت مالته كلش عاليه، يعني حركته كلش منتظمه، ثباتيته كلش عاليه، بحيث اذا يصير بفراكشر او ديسلوكيشن لازم تحتاج تاثر عليه بقوه كلش كبيره. تاثر عليه بقوه كلش كبيره يلا تقدر تسوي بيه ديسلوكيشن. يعني شنو هو؟ يعني كلش منظم وكلش مرتب. ليش؟ انه هو يحمل الجسم ومفصل جدا مهم. زين، احنا هسه راح ندرس شنو هو؟ راح ندرس الجوينت احنا هذا بشكل عام من فوق وننزل بيه لجوا، يعني من الطبقه الخارجيه وننزل بيه للطبقه الداخليه. بالبدايه لازم نعرف احنا الليجامنتس اللي تحيط داير ما دايره، نسميها بالاكسترا كبسولر ليجامنت. يعني شنو هو؟ يعني ليجامنت موجوده خارج الكبسول. احنا نعرف احنا شكو جوينت اكو كبسول داير ما دايره، اوكي، اللي هي هذا الكبسول. شوفوه هذا اللي اشرتها، هذا الكبسول هذا اللي تنمض. زين، فهذا الكبسول داير ما دايره اكو ليجامنتس. هذا الليجامنتس تعمل على الاستابلايزيشن مال هذا الكبسول وتحدي الحركه، وكل واحد من عندهم له وظيفه خاصه اثناء الحركه اثناء الموفمنت. خلينا نشوف من هنا ذني. اول واحد، اول شو اسمه، اول ليجامنت عندي خارجي، مو انا اول واحد وانا ما اللي راح ناخذين، اول واحد له هذا الاليو فيمورال ليجامنت. الاليو فيمورال ليجامنت اللي هو هذا، شوفوا هذا شوي يكون اكبر تقريبا، هذا الاليو فيمورال ليجامنت. زين، هذا الاليو فيمورال ليجامنت شنو من اسمه؟ يعني نابع من الاليوم. هاي بالبدايه اول شغله هو جاي من الاليوم اللي هو هذا الاليوم. زين، وين رايح له؟ رايح للفيمور. فاليو فيمورال، اوكي، هذا اول واحد. زين، الاليو فيمورال ليجامنت. ثاني واحد اللي هو هذا، شو نسميه؟ نسميه بالبابي فيمورال ليجامنت. يعني شنو بابي فيمورال ليجامنت؟ يعني جاي من البابس، عظمة البابس، ورايح للفيمورال، نسميه بابي فيمورال ليجامنت. ها، صار اثنين. حلو. ثالث واحد اللي نسميه بالترانسفير استيبيليوم ليجامنت. ترانسفير استيبيليوم ليجامنت، شنو هذا الترانسفير استيبيولر ليجامنت؟ هذا عبارة عن ليجامنت، من اسمه ترانسفير، يعني شنو؟ يعني هيك شيء افقي يصير. هذه اول شغله، اول اسم عرفناه ترانسفير. هاي وين راح شو اسمه؟ ترانسفير يعني افقي. اسيتيبيليار يعني الاسيتيبيليوم، تعرفون الاسيتيبيليوم هذا اللي اخذناه مات الهيب جوينت، هسه راويكم اياها. الاسيتيبيليوم هي هذه الدائره، شوفوا اي هي هاي الدائره. هذه الدائره نسميها بالاسيتيبيليوم. زين، هذه الدائره اللي تحيط لي بالبول مات بالهيد مات الفيمورال، هذه نسميها بالاسيتيبيليوم، تمام. فالليجامنت اذا اتصل بها نسميها بالاسيتيبيولار استيبيولار ليجامنت. فهسه شنو هو هذا؟ ترانسفير يعني شنو قلنا افقي، يكون ترانسفير استيبيولار. استيبيولار معناها متصل بيه بالاستيبيليوم اللي هاي تحته. شوفوا هذا، لا شوفوا هسه الزراق، هذا الزراق اللي موجود اللي تحتها، مو هذا هسه هذا الترانسفير، هذا الترانسفير استيبيولار ليجامنت. زين، هذا بالضبط، بس هذا اللي يضوي، مو هاي كليتها، لا بس هاي اللي يضوي، هذا ترانسفير استيبيولر ليجامنت. هسه راح شويه يعني من ندخل بيه دقيق راح نعرف شلونه. بعدها صار اثنين، الثالث اللي هو هذا نسميه بالزونا اوربيكولاريس. زونا اوربيكولاريس، خلينا نشوفه من هذا هسه. زونا اوربيكولاريس خلينا نسوي له
كالر هنا اللون عليكم هذا اللي باللون الأزرق مثل ما تلاحظونه. شو اسمه هذا الزونة؟ خلنا نحذف اللون. زين الزونة أوربيكولاريس ليجامنت. ها صار كم ليجامنت أخذنا لحد الآن؟ تقريبا 4. الأخير اللي هو هذا شو نسميه؟ نسميه بالإسكيو فيمورال، يعني بين الإسكيو بين عظمة الإسك زين وبين الفيمورال، فنسميه إسكيو فيمورال ليجامنت. هسا هذه الإكسترا كبسولار ليجامنت، يعني اللي تكون خارج الكبسول. أوكي ذني اللي خارج الكبسول الموجودات. زين هسا خلنا نعرف شنو وظائف كل واحدة من عندنا وشنو صفات كل واحد من ذني الليجامنتات اللي أخذناهن. زين نجي لأول واحد. أول واحد من هو بيهن؟ هذا اللي أخذناه الإليو فيمورال ليجامنت. هسا إذا أسألك سؤال أني من هو أكبر واحد بيهن؟ شوف للإليو فيمورال ليجامنت إيش كبره، خلنا لو لكم إياه على مود شوفوا. شوفوا الإليو فيمورال إيش كبراته. زين هذا الإليو فيمورال هو أكبر واحد بيهن، معناه شنو؟ معناها أقوى واحد بيهن. هذا هسا هو شوف هسا بهاي الحالة من القدم تكون يعني ممتدة، سميها اكستنشن. اكستنشن من يكون الثاي اكستنشن هو يكون مشدود، يعني تعطي يكون مشدود حلو، يعني شنو متزير مثل ما نقول. لكن لنفترض انه احنا سحبنا يعني سوينا فلكشن للهب، يعني شنو هو؟ يعني سحبنا الساق للاعلى، يعني هيك سحبنا الفيمور لفوق. تمام شلون كانه هسه تريد تطفر انت؟ شلون تريد تطفر؟ مرة اول شيء ترفع رجلك لفوق، هذا هسه الرفعه ما ترجع نسميها بالهب فلكشن، يعني هذا الفيمور الرفعة لي فوق جيد. فمن الرفعة هذا راح يعني هو كان قبل متزير، كان قبل متزير هيك شيء، من راح الرفعة راح يلتم، راح يلتم هيك شيء. تمام يصغر حجمه اذا هو هسه لهنا واصل. تمام راح بعد اللي نسوي بالهيب فليكشن راح يوصل لهنا، يعني يصير طوله منا لهنا، وهذا الفيمور هذا فوق ممكن ما كان هنا راح يصير هنا هيك حلو. معناه شنو هو؟ يصير ريلاكس بيمن بالفليكشن مال الهيب. هذا شغله ثانيه عرفناها. بعد شنو هو؟ بعد ما عرفنا انه اقوى شو يمنع؟ لشنو فائدته همينه؟ فائدته انه يربط لي او يسحب لي الهيد اوف ذا فيمورال اللي هو هنا صاير جوا هذا الهيد اوف ذا فيمورال، يسحب لي وين؟ يسحب لي بهذا الاتجاه ويا من يربطه؟ يربطه ويا الاستيبيليوم، على مود ما يصير بيناتهم ما يصير اكو خلع. تمام هو اقوى واحد بيهن. وكذلك يمنع لي الهايبر اكستنشن. يعني شنو هايبر اكستنشن؟ هو هسه بحاله الاكستنشن هاي نسميها هسه اكستنشن، هاي الحاله نسميها اكستنشن. اوكي من هو اللي متحكم بيها؟ اللي متحكم بيها هذا الليو فيمورال ليجامنت الاحمر. من شنو الهايبر اكستنشن؟ يعني يصير اكو اكستنشن اكثر من الحد الطبيعي اللي اقدر له اني. حلو يصير اكو اكستنشن اكثر من الحد الطبيعي اللي اقدر له، فهذا الهايبر اكستنشن اذا صار راح يضر لي بمن يضر لي بالهيب جوينت. فانا شنو هو؟ لازم اتخلص من عنده، من هذا الهيبر اكستنشن بواسطه منه، بواسطه الاليو فيمورال ليجامنت. حلو تمام نجي هسه لمن الدور؟ نجي للبابي فيمورال. البابي فيمورال خلي لونه هسه هذا اللي باللون الازرق. مو بس البابي فيمورال، حتى هذا اللي باللون الاصفر اللي هو خلينا نوخر هذه الاسكيو فيمورال، اثنيناتهم نفس الوظيفه ونفس الشغل، بس شنو هو؟ يعني نقول اضعف من الاليو فيمورال، يعني اصغر من عنده. حلو ذن الاثنيناتين همنا نفس الوظيفه، يمنع الهيبر اكستنشن ويسحب للهيد نحو الاستيبيليوم. ها صار ايش قد؟ صار 3 ليجامنتات اخذنا عن الحد الان. بعد من هو هذا الزونه؟ الزونه هم تقريبا نفس الشغل، او يربط لي هذا الزونه يربط لي او يحافظ لي على الكبسوله بمكانها. هسه راح ناخذ وظيفته بعدين. هسه بعد ما اخذنا ذني الليجامنتات لازم ندخل داخل للكبسول ونشوف ايش بيها ما بيها الكبسول. زين تمام هسه هذا وخرناه، هذه وخرناه، هذا الزي وخرناه الزونه، بعد هذا هم وخرناه، دخلنا للكبسول. هسه هذه هي الكبسول، هذه هي الارتيكولار كبسول او ذا هيب جوينت. زين هذا الكبسول شوف شنو الصفه مال هذا الكبسول؟ انه بما تتصل لي؟ تتصل لي بالاستيبيليوم. الوظيفه يعني الصفه مالتها انه تتصل لي بالاستيبيليوم. وين الاستيبيليوم؟ الاستيبيليوم هسه اذا اوخر لكم هذا، تعالوا لي هنا انا اشرح لكم الاستيبيليوم شنو هو، اللي هو هذا الاستيبيليوم. خلينا نروح لهنا البون ماركر اي هذا. تمام هسه اذا اخلي اضيف هنا الهيب جوينت، شوفوا لي بالي هنا هسه هذا الاستيبيليوم. ايش عندي تراكيب؟ هذا التراكيب الاستيبيليوم اللي يقعد او السوكت اللي يقعد بها البول،
البال يعني مات الفيمور. اول شيء عندي هذه، شوفوا هذه المنطقه، هذه نسميها باللابرام، تذكرون بالشولدر جوينت من قلت لكم عندي هم لابرام، هنا هم انا هم عندي لابرام، شوفوا هذا نسميها بالاستبيولار لابرام. هذه تعمل هم انا شلون الليجامنت تقريبا او الاطار، يعمل على هم انا يثبت لي الهيد اوف ذا فيمورس بيمن او في اوف ذا فيمور بيمن، يثبت لي اياه بالمكان مالته بالاستبيوليوم. هسه خلينا نوخر هذا ما نحتاجه، خلينا نجي هنا للداخل نشوف شكو ماكو. تعال لي هنا لان التراكيب احفظ لي اياهن زين. هذا اللي بدنا نشوفه هذه نسميها بالاستبيولار فوسا، استبيولار فوسا اللي هي هذه. حلو، هذه الزرقه شو نسميها؟ نسميها باليونيت سورفيس، اليونيت سورفيس هذه المنطقه الزرقه اللي فوق، او هي تقريبا كليتها اليونيت سورفيس. حلو، هذه الانتيريور اوبتريتر توبيريكال، انتيريور اوبتريتر توبيريكال. هسه تقول حسن شنو هاي، منين جاني هذا الاسم؟ باعلي تتذكر هذه الفتحه شو نسميها احنا؟ هاي الفتحه، هسه هاي الفتحه شو نسميها؟ مو نسميها بالابتريتر فورامن. حلو، فتعال لي هسه هنا، هي ما دام اوبتريتر، ما دام اوبتريتر هي هو الانتي، هسه هذا الاناتوميكال بوزيشن هيك يصير تمام. يعني الانتيرير وينها؟ هذا الانتيرير اللي صار للامام، وهذا البوستيرير، مو هيك؟ لانه هو شنو الوقفه هيك صايره، اوكي؟ فهنا معناها شنو هذه؟ هذه هي الانتيريور استيبيولار توبيريكال، اوبتريتر توبيريكال تمام، وهذه همين بوستيرير اوبتريتر توبيريكال. لهنا الامور تمام هسه، وهذا الفتحه ايش قلنا؟ قلنا الاوبتريتر فورامين، هاي الفتحه اللي موجوده هنا، كلش الامور اللي هنا واضحه ان شاء الله. زين، هسه اذا نرجع شويه خطوه للوراء، وبعد خطوه للوراء، وبعد خطوه للوراء، نرجع لشغلنا. الملي الكبسوله، الكبسوله وين تتصل؟ تتصل داير ما داير اللابرام تمام، هاي اللي اخذناها من الساعه، داير ما داير اللابرام تتصل لهنا الامور تمام، وتتصل وين بعد؟ تتصل على هذه، شوف على التوبيريكال او النيك مالت من؟ النيك مال النيك مالت الفيمورس تمام. بعد ذن المساعه اللي اخذتهن الليجامنت، الليجامنت وين يتصلن؟ يتصلن لي من الاستيبيليوم، يجنن من الاستيبيليوم وين يروحن؟ يروحن لهنا لهاي المنطقه نسميها بالكريست، الانتر تروكنتر كريست، لان هذه الجريتر تروكنتر وهذه الليسر تروكنتر وهذه الانتر تروكنتر كريست، فهن يرتبطن بهاي المنطقه من هنا لهنا هيك. فهنا الامور هسه لحد الان كلش تمام. حلو، هسه خلينا نوخر وخرنا الكبسول، داخل الكبسول شكو؟ تيجي المصاعب، مو المصاعب يعني راح نجي للمناطق الحديده ايش بيها ما بيها داخل الكبسول. شوف بعد ما اخذنا هسه اللابرام ما لابرام والى اخره من هذه السوالف، نجي هسه نجي للفيمور. شوفوا الفيمور ايش بيه، او الفيمر، فيمور نفس الشيء. شوفوا ايش بيه، اكو بيه فتحه هنا بالهيد مالته اللي هي هذه، شو نسميها؟ نسميها بالفوفيا مالت من بالفوفيا فيمور او الفوفيا كابيتس تمام. هذه الفتحه اللي هنا، هذه الفتحه اللي بالراس مالته بالهيد، نسميها بالفوفيا كابيتس. هذه الفوفيا كابيتس شنو وظيفته؟ ليش صارت هنا فتحه؟ اكو يجن اوعيه منين؟ اكو اوعيه يجن من الاستيبيليوم، اكو اوعيه يجن من الاستيبيليوم يدخل لي بهاي الفتحه على مود يغذل لي الهيد اوف ذا فيمور اوف ذا فيمور. وضحت السالفه؟ خلينا نجي ناخذها بصوره ثانيه. تعال لي هنا، شوف شو تلاحظ هسه، هذا الاستيبيليوم، هذا شنو هي؟ الاستيبيليوم. اذا اضيف له هسه هذا، ضفت له الفيمور هنا تمام. خلينا نرجع لورا، هذا الاستيبيليوم ايش بيه؟ الاستيبيليوم ايش بيه؟ بي اكو فتحه، هسه نجي لتشريحها بالبدايه، تشريحها بس ادي اوخر هذا ما اريده، وخرته على مود ما يشوش علينا تمام. نجي للاستيبيليوم والتشريح مالتها. الاستيبيليوم ايش بيها؟ بيها ليجامنت، شوفوا لي هذا الليجامنت، خلينا لون لكم هذا اللي باللون، لا مو هذا اللي باللون الاحمر، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه بالترانسفير استيبيليوار ليجامنت. ترانسفير يعني شنو هو؟ يعني هيك صاير، هذا من الساعه اللي اخذناه، ترانسفير استيبيولار ليجامنت هيك صاير افقي. حلو، هذا الترانسفير استيبيولار ليجامنت اكو فوقه اللي هو هذا نسميه بالانترميديت فيسيال اوف ذا ليجامنت، هذا الانترميديت فيسيال اوف ذا ليجامنت، ودائره واحده منها من البوستيرال فيسيال اوف ذا ليجامنت، وهنا الانتيرير فيسيال اوف ذا ليجامنت. ذن الثلاثه تحت شكو، اكو تحت كانال، مسويات تحت كانال
تعالوا خلينا ندخل جوا ونشوف شكو ماكو. شوفوا هذا الكنل اللي مسوياته داخلهن زين. اي هاي خلينا نجي نفوت نشوف شكو. هذه هنا مر اكو منها اوعيه دمويه واعصاب. وين يروح اللي يروح اللي الفيمور؟ حلو شوف هاي وين احنا هسه وين جاي ماشيين احنا هسه احنا داخل ذني الليجامنتات زين. هيجي ونطلع تلقاني وين؟ تلقاني بالهيد اوف ذا فيمور. بالهيد اوف ذا فيمور هسه وين هي صارت علينا دوخه هسه وين طلعنا منها. المهم فهذا داخل هيجي منا يطلع ويجيني لهنا لهاي المنطقه. شوف هسه هذا الشريان اللي طالع الاحمر هذا اللي هو الاستيبيولار برانش نسميه الاستيبيولار برانش يعني هذا ارتري. وين يروح؟ يروح للفيمور. وين يدخل؟ يدخل بهاي قلت لكم عليها الفوفا كابيتيس. فوفا كابيتيس كلش حلو هسه لحد الان. بعد شنو هو؟ هم اكو نيرفات. خلينا نشوف اذا اكو نيرفات او لا يمرون منا. ماكو يعني نيرف منا هسه ضفنا نيرفات ما شفنا اكو نيرف مر منا. وياكم جاي ندرس احنا زين. خلينا نسوي رجوع زين. هسه الدور لما نجي ما دام احنا هسه بالبلاس سبلاي نجي للنيرف. انا من ساعه قصدت النيرف اللي ما اللي ماكو يعني ما يمر من هاي المنطقه. النيرف اللي يغذي الهيب جوينت عندنا ثلاثه. اما الفيمورال نيرف اللي هو من ال2 ال3 ال4 او الاوبتريتر نيرف اللي هي من ال2 ال3 ال4 او السياتيك نيرف ذني هن اللي يعني لهن علاقه بالهيب جوينت زين. يعني خاف يصير اكو فراكشر بالهيب جوينت كذا شيء ممكن ياثر على ذني. بعدين هذا تعتمد على الموقع بعدين ناخذها زين. بعد من البلس سبلاي اللي هي لهن علاقه بال بهذا الجوينت عندي شو اسمه اول شيء اللي هو سوبيرر اند انفيرير جليوتال ارتري. سوبيرر اند انفيرير جليوتال ارتري اللي هو هذا الانفيرير جليوتال ارتري. هذا هو الانفيرير جليوتال ارتري وهذا السوبيرر جليوتال ارتري. لو تشوفونهم شلون ملتفين هنا داير ما داير الكبسول فاكيد لهم تاثير على ذلك. بعد اللاترال سيركمفلكس فيمورال ارتري وكذلك الميديال سيركمفلكس فيمورال ارتري ذني. هذا الميديال سيركمفلكس وهذا اللاترال سيركمفلكس اللي بجزء سيندق وبجزء ترانسفير وبجزء ديسيندق. ديسيندق ما لنا علاقة به. أهم شيء هنا الترانسفير وأكثر شيء الأسيندق. الأسيندق هذا اللي صاعد ذني أما أنا أثر اللي على هذا. بعد الفيمورال أرتري مرات هم يذكرونه قلت لكم مثل ما من ساعة. والأوبتريتر أرتري هم أنا بفروع يغذى لي الكبسول ويغذى لي هذه المنطقة. فهذا سلبلاس سبلاي اللي أخذنا عن هذا الجوينت زين. هسه نجي لبعض الحركات اللي ممكن يعني يصيرن على الهيب جوينت او الجوينت اللي يسويهن هذا الهيب جوينت بفعل بعض الحركه بفعل بعض العضلات. منها اول شيء الادكشن. الادكشن شنو معنى الادكشن؟ معناه ضم الذراع الى المن الى باتجاه الذراع الاخرى ضم القدم باتجاه القدم الاخرى يعني تعرفون الادكشن. المهم من هو المسؤول عنها؟ المسؤول عنها هي عباره عن بعض العضلات هم ذكرناها احنا بالانتيرير كومبارتمنت مات السيشن السابع هسه نذكرها. من اسمها الادكتر؟ فالادكترات هي المسؤوله عنها. من الادكترات؟ الادكتر لونجس تمام. الادكتر لونجس مصل. بعد الادكتر ماجنس مو هذه صايره اي هذا الادكتر ماجنس. الادكتر ماجنس هسه والادكتر الادكتر بريفيوس اللي هي اي هذه الادكتر بريفيوس خلوا لكم اياهن. هسه هذا الادكتر مع ال اي ذيك الادكتر بوردي لونتها وهذا الادكتر الثاني باخضر لونتها وهذا الماغنس الونها بازرق. ذني الثلاث عضلات هن اللي مسؤولات عن من؟ اللي مسؤولات عن عمليه الادكشن. وبعد وياهن بعد من وياهن؟ الجريسيالس مسؤوله عنها همينه. الجريسيالس اللي هي هذه خلونها بلون ابيض ما يتلون الابيض اصفر هذه الجريسيالس زين. وبعد همينه الاليوسوس. الاليوسوس مصل اللي هي قلنا عبارة عن عضلتين. من ذن العضلتين؟ لا سوري خلنا نرجع شوية هيجي وهيجي. الاليوسوس اللي هي عبارة عن مجموعة من عضلتين. من ذن العضلتين؟ هسه نشوفن خلنا نحذف هذه 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 وهذه. الاليوسوس هي عبارة قلنا عن عضلتين. عضلة السوس ميجر او السوس ميجر تمام. هذا السوس ميجر خلونها هذه هي السوس ميجر لونها بلون اخضر هذا السوس ميجر. والثاني اللي هي الاليوكس اللي هي بهذا اللون السماوي
زين. لان العضلات الاثنين نسميها بالإلوسوس ميجر اثنيناتهن. ذني مسؤولات عن عمليه الادكشن. حلو، هسه اخذنا هسه اول خطوه، اول حركه، اول نوع من الحركات اللي اخذناها على الاعلى من على الهيب جوينت. زين، خلينا ناخذ الحركه الثانيه اللي هي الفلكشن، عمليه الفلكشن مال الهيب جوينت اللي يسويها الهيب جوينت. همنا لازم باستعمال بعض العضلات. من هاي العضلات اول شيء اللي هي هذا الفيشيا اللي نسميها بما بالتنسور فيشيا لايتا، هذه التنسور فيشيا لايتا، خلينا نلونها، نخليها بلون اخضر، هذه التنسور فيشيا لايتا. بعد السارتوريوس مصل، طبعا ذني كلنا شرحنا وظيفتهن وشرحناهن شلون يصيرن بيمن بالسيشن السابع باللون الازرق، هذا سارتوريوس مصل. بعد الركتوس فيمورس اللي هي هذه باللون الوردي. ذني ثلاث عضلات، ثلاثتهن مسؤولات اكثر شيء، والالياكوس همنا مرات صراحه، الالياكوس همنا هذا اللي هنا موجوده هم مسؤوله مرات عن من؟ مسؤوله عن عمليه الفلكشن. هسه نجي لمن الدور، نجي الاكستنشن. الاكستنشن هم مسؤول عن بعض العضلات، مثل اول شيء الجلاتيوس ماكسيموس، هذه باللون الاخضر جلاتيوس ماكسيموس. بعد من هي البايسبس فيمورس اللي هذا يصير هنا، البايسبس فيمورس هذه وهذه، هذه واحد جواها، هذا الراس جواها نسميها بالبايسبس فيمورس. زين، هذه هم أن تكون مسؤوله عن من؟ مسؤوله عن ال عن ال شو اسمه الاكستنشن. بعد من هو الهامسترينج مصل، هم اللي موجوده جوا هنا بهاي المنطقة تقريبا، هامسترك مصر بعدين ناخذها بالليج. فذني يكون تقريبا مسؤولات عن الاكستنشن مالت من؟ مال يعني هذا بشكل عام الثاي. حلو، بعد ذني اللي اخذناها انواع الحركات. هسه بعد شنو هو الابدكشن، يعني عملية الفتح. الابدكشن مسؤولة عنها اثنين عضلات تقريبا، هن اكثر من هذا الشيء بس احنا يعني الميجر اثنين من هن، خلونها اول وحده اللي هي الجلاتيوس مينيموس اللي هي هذه الجلاتيوس مينيموس، والثانيه اللي تحتها اللي هي الجلاتيوس ميديوس، هذه الميديوس وهذه الورديه اللي هي المينيموس. اوكي، لاني مسؤوله عن عمليه من عمليه الادكشن. بعد اللاترال روتيشن، اذا تذكرون اللاترال روتيشن هم ذكرناها بالمحاضره السابقه، من هي المسؤوله عنها؟ مسؤوله عنها العضلات الزغيرونات، هلونهن. اول وحده اللي هي البراي فورمس، هذه براي فورمس مصل. بعد السوبيريور جيميولس، هذه السوبيريور جيميولس، والش اسمه والاوبتريتور انتيروس اللي هي هذه، وبعد الانفيرير جيميولس اللي هي هذه جوه، وبعد الكوادروس فيمورس اللي هي هذه. ذن مسؤولات عمل عن اللاترال روتيشن. فذن هسه كل الحركات تقريبا اللي موجودات عليها على الهيب جوينت، وهذا البارت الاول مال الهيب جوينت خلاص.